احنا بدنا نتلاعب ويا مجرمين سفاحين قتله ست امل حمرين لا اكو مناطق كثيره خلي يصعدون بطيارة ويشوفوها. والله لا تصعد لها ناقله، لا يصعد لها بشر، لا يصعد لها، هم قاعدين بالكوف. يعني احنا عندنا المفروض، احنا انا اقول لك احنا المفروض نسوي يعني خطط اخرى، انزرعت فيها كاميرات، صارت كثير من الامور فيها. لكن القاطع اللي يتكلمون عليه قاطع كبير جدا جنوب غرب كركوك، صلاح الدين، شرق صلاح الدين، دياله كلها غرب الانبار. بس على الاثاره، شوفي قبل شهرين أني بالصبح والله يعني افترض أشوف شكو بالواتساب، شكو أخبار، شفت الدنيا مقلوبة على العمليات المشتركة. قالوا جرفوا بساتين ديالة كلها بساتين مقدادية بالواتساب. أني طبعا تعرفين احنا ما نقبل بهذا الموضوع. والله جريت تليفون فورا على السيد نائب المشتركة، قلت يا بفريق عبد الأمير الدنيا مقلوبة، تجرفون بساتين انتو؟ قال لي استاذ سرمت الله يخليك، هي قصب وبحضور المحافظ وبحضور القائم مقام وبحضور هذا قصب يدخل داعش ومبازي يقول فجر. يعني انا من شفت بالواتساب قلت هاي كارثه راح تحل اليوم، شلون جرفوا البساتين؟ فجاوبتهم قلت لهم اخوان شنو الموضوع؟ انا دا احكي ويا ابو المشتركه ويا نائب المشتركه، ما دا احكي ويا انسان بسيط، نائب القائد العام يعني نائب قائد العمليات المشتركه.